لبنى مسؤولة جهوية لملبنة حضنة حليب. حضنة حليب مؤسسة جزائرية متواجدة في ولاية نسيلة، أنشئت سنة 1998. بدينا بصنع حليب الأكياس، وبعدها انتقلنا لمشتقات الحليب اللي هي الياقوت، اللبن ورايب، وبعدها انتقلنا لصنع الحليب المعلب، حليب يواشتي وحليب البقر. اليوم الحمد لله حضنة حليب عندها اون جام متنوعة وكبيرة، متواجدة في التراب الوطني بفضل مستودعاتها وشركائها التجاريين. الهدف اليوم المشاركة في المعرض هذا هو تعريف بالمنتجات الجديدة لحضنة حليب، ألا وهي كريم ديسير ديسيرنا، البن بالبيفيدوس، وأكيد كريم ديسير بيستاشي فخيز. اليوم الحمد لله بفضل شبكة التوزيع لحضنة حليب تمكنا من نكون متواجدين على كامل التراب الوطني عبر 58 ولاية، ونتمنى ربي يوفقنا ان شاء الله باش نوفيو طلبات المستهلكين، ويعني انه ينال اعجابهم. نتمنى في المستقبل القريب نقوم بتصدير ان شاء الله المنتجات